هذا الاخ عاطف ارسل لنا هذا السؤال الشيخ صالح يقول ما موقف المسلم من اختلاف الفقهاء في المسائل العلميه والفقهيه وهل يختار المسلم الاحوط الذي فيه ابراء للذمه واذا اخذ بالاسهل هل عليه شيء وما حكم تتبع الرخص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى علم انه سيكون هناك خلاف في المفاهيم والمستويات العلميه بين العلماء ولهذا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لتبين للناس ما نزل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته الشريفه بين معاني القرآن في الغالب فيرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وافق الكتاب والسنه من اقوال اهل العلم اخذنا به ومن خالف او ما خالف الكتاب والسنه من اقوال اهل العلم فاننا نتركه وناخذ بما قام عليه الدليل هذا من ناحيه الاصل في هذه المساله واما من ناحيه الناس والسائلين والمحتاجين فهؤلاء على قسمين القسم الأول من عنده القوة العلمية ويستطيع الترجيح بين الأقوال ويستطيع النظر والعرض على الدليل فهذا لا يسعه إلا أن يعرض الخلاف على الدليل من الكتاب والسنة فما وافق الدليل اخذ به وافتى به وما خالف الدليل تركه واما ان كان المسلم عاميا او طالب علم مبتدي ليس عنده تمكن من معرفه الترجيح والاستدلال فانه يسال اهل العلم قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يجوز له أن يأخذ ما وافق هواه أو وافق ذوقه ويقول هذا قول لأهل العلم، بل يجب عليه إن كان عنده معرفة بالدليل أن يأخذ بما قام عليه الدليل وإن لم يكن عنده معرفة فإنه يسأل من عنده معرفة بالدليل ويصدر عن فتواه وعن قوله هذا هو الذي يسع المسلم ولا يجوز تتبع الرخص التي هي عبارة عن أقوال أهل العلم وخلافات أهل العلم فهذا ضلال ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص تزندق اما الرخص الربانيه التي رخص الله بها لعباده عند الحاجه كالجمع بين الصلاتين في السفر والمرض وكالقصر في السفر والفطر في نهار رمضان هذه رخص شرعيه امر الله جل وعلا بالاخذ بها عند الحاجه قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتي ان تؤتى معصيته واما الرخص بمعنى تتبع خلافات العلماء واقوال العلماء هذا امر لا يجوز الا بضوابط شرعيه نعم. احسن الله اليكم